أهلا بأصدقائي مشاهدي أيام حلوة وحكايات. الحكاية النهاردة هي حكاية الخوف. هنتكلم عن حكايات الخوف دي، لأن كل إنسان فينا عنده حاسة الخوف، بيخاف. في واحد بيخاف من الضلمة، في واحد يخاف من صوت القطر، في حاجات. وكان زمان الأستاذ عبد الوهاب بيخاف يركب الطيارة، يسافر بالمركب أحسن، لأن وجهة نظره كانت إن الطيارة اللي بتقع مفيش يعني اللي فيها هيموتوا. لكن في الباخرة لو جت تغرق برضو فيه نسبة نجاة. فقالوا له يا أستاذ عبد الوهاب ده العمر واحد. قال له ما هي المشكلة إن العمر واحد؟ يعني لو كان العمر ده 2 كان الواحد جازف بواحد وركب الطيارة. لكن احنا عندنا نماذج النهاردة لخوف مش طبيعي. يعني عندنا الأستاذ توفيق الحكيم بيخاف من حاجة وبتحصل له حاجات غريبة، فؤاد المهندس، نور الشريف، هنستعرضهم كده ورا بعض ونشوف ايه بيخافوا من ايه. أستاذ توفيق الحكيم كان بيجي له حمى لما يشوف جنازة ماشية في الشارع. في أشياء أعرف إنها كانت يعني في ذاكرتي. إن أنا في السنين الأولى يمكن 6 سنين حاجة زي كده كنت بأصاب من غير ما أشعر بحمى بلا سبب. يعني ما أقدرش كده، يعني مريت الفترة دي بالحمى. وكانت الحمى دي بتيجي بسبب غير معقول، يعني غير طبيعي. يعني مثلا الحمى تيجي لما تتعرضي لبرد او تتعرضي لشيء مثلا مادي، انما كانت تجيلي الحمى دي من حاجه معنويه، لما اشوف جنازه ماشيه في السكه، اجي عيان على طول، اقعد فيها 3 4 الله. ولذلك لما كبرت قعدت افسر ايه العلاقه بين الحمى وبين رؤيه جنازه؟ مش عارف. ولذلك قلت يمكن كان الموت جاي وبعدين انا في الوقت ده ما اعرفش. كان رؤية جنازة ولا أي حدث يستثيرك؟ لا بس الجنازة. الجنازة ولذلك كنت راكب أنا وهي عربية حنطور في اسكندرية كده مع جدتي وبعدين ماشيين كده روح، فبص تلاقي جنازة بعيد كده بالعربية، قالت لعربيتي حوت، سمعتها بتقول حوت. ليه؟ خايفة إني أنا أشوف الجنازة فارجع مقبل حب. ولذلك بقول بقى ان انا شفت الجنازه وشفت اللي حاول ورحت شايف ورحت في البيت بقى عندي حب برضه. بعد كده كان بيستخبى لو سمع عن اي جنازه اي شيء كان بيستخبى. وطبعا مش طبيعي، يعني ما نلاقيش ناس كتيره بتخاف كده. نيجي للاستاذ فؤاد المهندس، بيخاف من حاجتين منتهى الغرابه. الحاجة الأولى بنفرح لما نشوفها، هو بيخاف. أنت بتخاف من أرجوز؟ آه برتعب منه يا أخي. إزاي؟ مش عارف، يعني أنا من صغري الحقيقة أرتجف لما ألاقي أرجوز، ولو أمشي في الشارع وألاقي أرجوز بيتكلم أبقى تعبان. حتى أولادي وهم صغيرين يحبوا يتفرجوا على أرجوز، أروح أتفرج معاهم عليه وأبقى تعبان من جوه، خايف منه. ما اعرفش ليها اصلا. ده صغيره يمكن قديمة. انا ما اعرفهاش، ما اعرفهاش، انما الاراجوز انا بخاف منه. لا، والادهى ان فؤاد المهندس مش بس بيخاف من الاراجوز، ده بيخاف من عسكري البوليس. يعني ممكن ما يخافش من الضابط، لكن يشوف عسكري البوليس يخاف. والكلام ده لابد ان له اساس، يعني جه منين. اخته هتحكي لنا ازاي حصل ده وليه هو بيخاف من العسكري. كان اكثر شيء يخوفه عسكري البوليس. اشمعنى؟ ما اعرفش. والدتي الله يرحمها كانت اتفقت مع العسكري بتاع الدوريه بتاع المنطقه انما فؤاد يعمل حاجه كان يجي يسقف ويقول في هنا طفل ولد صغير اسمه فؤاد المهندس، وفؤاد كان يجري ويستخبى ويعيط ويقول خلاص حرام. استاذ فؤاد المهندس لسه بتخاف من عسكري البوليس زي زمان؟ حتى الان بخاف منه. ازاي؟ ما اعرفش، يعني عسكري البوليس هو دلوقتي علشان الجاكيتات بتاعتهم اسرت، ما اعرفش ليه،
يعني اعرف يعني جاكيتات الصيف كلها يا استاذ مفيد بلاقيهم قصيره عليهم ف يعني بقيت ارتاح لهم شويه بطمئن بتطمئن انما صدقني انا من جوه لما بلاقي عسكر البوليس بظهره بيحصل لي ركفه كده زي الاراجوز مثلا. الاستاذ نور الشريف بيخاف من حاجه غريبه جدا، بيخاف من الميه. يعني احنا شايفينه انه الراجل شجاع كده وبتاعه وبيركب لانشات وحاجات، انما يخاف يموت، يخاف من الميه. ولو تجربه حاول هو يكسر الخوف ده، له تجربه في امريكا هو هيحكيها لنا دلوقتي ونشوف قد ايه انه ما قدرش يعالج المشكله. الميه اظنها برضو بتمثل بالنسبه لك نقطه ضعف شديده. ايوه لا اتمنى ان تجي لك نقطه ضعف وانت في الميه طبعا. يعني انا عارف انك انت بتروح تعوم كل اسبوع وحافظ على صلتك بالماء، ولا انا متهيأ؟ لا بعوم في الحته بتاع الاطفال. لا يا راجل بجد يعني لحد هنا او مال لحد هنا ده مش اطفال. لا يعني كويس قوي كده. الاطفال اللي في سني وسنك انت اتعلمت يعني العوم فين؟ ما هقول لك. اصلا انا اتعلمت في الترعه. لو انت اتعلمت في الترعه اصل الترعه او النيل ميه تقيله، ميه تقيله، فلما انت تعوم فيها تعوم في اي بحر وانت مغمض البحر بيشيلك لوحده. لا دي بتطمسك في انا عقدة حياتي الميه. ليه بقى؟ ايوه ودي نقطة الضعف الكبرى هي عقدة حياة العالم دلوقتي. خلي بالك العالم كله دلوقتي حرب الميه. لكن نقطة الميه بقت حكاية، بقت حكاية كبيرة نعود لها ان شاء الله. اتفضل. لكن انا وانا صغير رحنا في العيد كبريتاش حلوان. جميل ايام فالعيال مع بعض بقى واخدين سندوتشات ولسه بتعلم العوم، فماسك سندوتش في بقي وواحد صاحبي راح زايقني جوه الميه في الغريق، لا قادر اكل نعم خلاص ولا قادر اطلع ايدي من بقي وبتغرق مر الشريط اللي ياه ده امك وبتاع كله حرمت انت حياتك طب انا عايز اقول لك حاجه. احنا في الصعيد بعيد عنك لا نتعلم العوم الا بانهم يغرقوك وانت تنقذ نفسك زي العجل زي ما تعلم العجل تقوم زقه يدخل في الحيطه يعمل بس خلاص بيطعم عارف ان المره الجايه هيدخل في الحيطه فلازم يبدل كويس ويبص. عندنا انا فاكر ان اخويا وابن عمي خدونا عندنا حاجه اسمها حسي او جبابه حفره كبيره جدا بتيجي ميه النيل تغمر بعدين ينسحب النيل بيلم ميته تفضل دي مليانه قول مثلا خمس ست شهور يسحبوا منها بالشادوف ويسقوا كلام. فهم طبعا عارفين مكانها وانا لسه صغير يقوم شايلك وروح ارميك في دي يا لهوي مش يعني يرميك على الشط لا. فانا جربت لحظه الغرق ان امك هتقول ايه وبتاع ايه وتشوف ستك وتشوف اصحابك لحظه الموت فهمتها وازاي اكتبها يعني من اللحظات النادره بكتبها كويس ان غرقوني فعلا وغطسوا عليا جابوني والمره ما عرفتش اجيب ناس وبقت دي الحكايه لا انا ما قدرتش اتجاوزها لانه يفض الخوف. شوف انت خدتها بخوفك. بس هقول لك بقى كنت في امريكا نعم في هاواي وفي عندهم ترع هناك لا في المحيط بقى واللعبه اسمها كانو اسمها يعني كانو كانو مركب زي الجندول ضيقه كده يقعد 8 تنفار فيها غير قائد الدفه وليها دراعين طالعين وتقيله بره كده وبتخش جوه المحيط بتقدف بالعدل وبعدين قائد الدفه ده يقول لك لف بالشويش ونقف نقف مستنيين شويه لحد ما هو بيبص وراه نشوف الموجه جايه عاليه بلا مبالغه عليه وعماره في المحيط يقول لك ابدا ادف ايه اسرع يقول لك ستوب تشيل المئداف تحطه جنبك تكون الموجة مسكت الكانو ده من ورا فجأة تبقى انت عامل كده يعني تلاقي شايف انت اللي تحتيك اللي هم كانوا قدامك بقوا تحتيك والموجة زقاك والموج بيخبط في وشك جميلة بشكل فمصطفى العقاد الحقيقة هو اللي نزل معايا اول يوم وبوسي نزلت معايا اول يوم انبسطنا قوي قوي. تاني يوم اتغدينا وهموت عشان انزل اللعبة دي بس يا عم نزلنا و قائد الدفه ده غلط وبيقول لنا لفوا اتاري الموجه اقرب ما هو شايفها بعينيه انا ما اعرفش ايه اللي حصل يا ابني كل سنه وانت طيب اتقلب لا جوه المحيط ايوه فرح العمد اتقلبت بس هي متصممه انها ما تتقلب تتعدل لوحديها اما اتعدلت لقيت نفسي انا مكاني ازاي ما اعرفش
وبنت صغيره 14 سنه مش لاقينا، والموج العالي ده بقى ورعب، والكابوس ركبني بتاع حمام السباحه بتاع كبرتاش حلوان ده ده جوه المحيط. بس معانا سباحين كويسين نطوا قدروا يجيبوا البنت. فبعديها بيقولوا لي ان شافوا وشي بقى، قالوا لي نخرج، قلت لهم لا عنت بس معهمش يعني انا تعرضت للخطر، لكن بحاول اكسر نقطه الضعف دي بحاول. لكن الى الان يعني اقدر اعوم في شويه فعلا دلوقتي. لكن اول ما اخش جوه الغريق ونفسي يتقطع وجد عيد ما لاقيش تحتيه ارض. الرعب الكبير. طيب والله يعني بس عندك فرصه تتمرن يعني. انا يحيى الفخراني ده بقى مثل اعلى ليا دلوقتي. مالكش هوايات كده زي صيد السمك زي بتاع؟ لا لعب البلياردو. واظن احنا شفنا الثلاث حكايات دول حكايات خوف غريبه، لكن في الحلقات الجايه هنشوف حاجات كتيره.